طيب خلينا نبتدي بعناوين الترند النهارده او الترندات بتاعت اليوم. ايه نروح نشوفها. في ترند الاهلي تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي افريقيا. وفي الترند المحلي شفاء مختار مختار و11 لاعبا بالانتاج من فيروس كورونا. اما في الترند العالمي مباراه الدرع الخيريه بانجلترا 29 اغسطس. بصوا بقى انا هروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا فقره مهمه قوي 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 اسمها ترند الترند، يعني من الاخر كده خبر حصري هنتكلم فيه بعد الفاصل، استنوا يلا.